بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. سنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله تلقاكم العواشر بالخير والسلامة وسلامة الوقت إن شاء الله، بحول الله وقوته. تنقول البنيات اللي بغاو تسخير الزواج، اللهم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الله يكون لكم عونا ومعينا، تلقاو الأزواج ديالكم. والناس اللي تيقلبوا على السكينة الله يزرعها في قلوبهم، الناس اللي بغاو وليداتهم يفرحوا بهم الله يسهل عليهم، الناس اللي بغاو يكونوا بصحة وسعادة الله يسهل عليهم، الناس اللي بغاو الشفاء اللهم شافيهم وعافيهم يا رب العالمين. تنطلب الدعاء لواحد السيدة ضاع لها واحد الوليد صغير من بعد ما عانات 5 سنين وهي تتقلب على الولاد، ومن بعد من جا المولود عاش معها شهرين وراح حل سبيله، ولكن مشى الى الجنة. يكون لك شفيع يوم القيامة ان شاء الله، هو طير من طيور الجنة ان شاء الله بحول الله. هاد الحنة تحت الطلب، طلباتها واحد السيدة قالتك ما حطيتيناش الحنة ديال العيد، ولكن ما بغيش نخسرها في وجه هاد البنت الكريمة، وبغيت انا نفرح لان تنفرح بالحنة وهي عندها بوادر ديال الخير. الحنة انا بالنسبة لي الحنة تكون عندي فال ديال الخير، مادام طلباتها بدون تردد غادي نحطها ان شاء الله، لان الحنة بجميع صفاتها تحطات في المواقع وفي اي وقت تلقاي الحنة. ولكن الحنة ديال لالا فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الحبيب الكريم سيد الخلق هو الرسول عليه الصلاة والسلام، قد ما صليتوا عليه غادي تكونوا مجبورين الخطر. سيد الخلق قد ما صليتي عليه يكون عندك الرزق، قد ما صليتي عليه ربي يقرب لك الحبيب، قد ما صليتي عليه تكوني خاطرك تتكون فيها واحد البشرة ديال الخير. اليوم غادي نحط لكم واحد الصيغة عجيبة هي لتحقيق الأمنيات، حنة من روائع الحنات اللي غادي نحط في القناة ديالي، ولكن ديروها بتمعن. هاد الحنة ليلة العيد بحول الله وقوته، غادي ناخد المصحف الكريم ونحطه أمام الحناء. ليلة العيد غادي نصلي صلاة العشاء، من بعدها من مورا العشاء بساعتين هي توسط الليل ما بين الفجر وما بين تبقى الفجر ساعتين، نحط هاد الحناء وماء الزهر، ماء الزهر نحطه أمامي. ناخذ المصحف الكريم وغادي نقرا سوره ياسين وسوره الصافات، نقرا سوره ياسين وسوره الصافات، ولكن اللي من اهدي هاد سوره ياسين وسوره الصافات لمن اهديها تنهديها للا فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هدية تقولي هدية مني إليك على روحها الطيبة، ولكن الأمنية في خاطرك، بغيتي تزوجي، بغيتي تولدي، بغيتي الرزق يجيك، بغيتي ولدك يرجع ليك، بغيتي ولدك يتزوج، بغيتي الأمنية أي أمنية بحق محمد وآل محمد بالتجريب أنها تحقق الأمنيات. ونخلط الحنة بالزهر، نخلطها بالزهر ونديرها تلولد اللي ما مسهلش عليه الله في الزواج، يقرأ يصلي ركعتين
في ثلث الليل ويخلط بسم الله، وهو تيخلط وتيصلي على الرسول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حتى تكملين الحناء اللي غتوضعيها في اليد ديالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحنة مقابلة معاك. من بعد إن شاء الله غادي تقراي عليه، تقراي حاطة المصحف أمامك وانتي صليتي ركعتين لتسخير الأمور وتسخير الأمور، وغادي تحطيها مقابلة مع السجادة. صليتي ركعتين وهزيتي المصحف، قريتي سورة ياسين وسورة الصفات، وتهديها بنت الرسول فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنها من أهل الجنة وأهل الخير، وكانت قريبة إلى النبي، بنته العزيزة عليه. ما نقول الدعاء ديالي اللي في الخاطر ديالي: اللهم سخر لي زوجا يكون لي عونا ومعينا. الأم تقول: اللهم سخر لي أبنائي. أما الولد: اللهم سهل لي في زواجي. أي دعاء من بعد القراءة وانت تخلطين الحنة وتصلين على النبي الكريم بحول الله وقوته، غادي نحط أمامكم الحناء بسم الله. ولكن القراءة ما تكونش على الحناء، القراءة هتقريها في المصحف الكريم، ولكن تهديها لبنت النبي عليه الصلاة والسلام، تهني مهم لك تناوي شي حاجة، تقولي: اللهم سخر لي فلان والفلان يجي للدار أو يفرج عليا بحق محمد وآل محمد، بحق نبي الله المختار. أو تقولي اللي نفسك فيه، بحال الولد اللي بغى يتزوج: اللهم سخر لي زوجة تكون صالحة، تكون لي عونا ومعينا. المرأة اللي بغات ولدها يكون لها عون، هي أي واحد بغى يدعي بشي حاجة يدعي. هذا الحنان للأمنيات إن شاء الله ليلة العيد وصباح العيد. من تالي تسالي غادي تقراي على ليلة العيد ونهار العيد، تسالي هذيك المهمة ديالك، ولا اللي بغى يديرها في ساعتها. اللي بغى يدير الحنة، المهم من تقراي وداكشي وتخلطيها غديريها مباشرة، لأنها درناها ليلة العيد ونديروها ليلة العيد باش تحقق لنا الأمنيات وتكون فعالة في تحقيق الأمنيات. إذن على بركة الله غادي نديروها هالحنة، نديروها إن شاء الله بحول الله وقوته. المهم اللي يعتمد عليه هي الهدية اللي غتهدي البنت النبي عليه الصلاة والسلام، هتهديها لها باش ربي يحقق لك الأمنية اللي في بالك. انتي اللي تقولي: بغيت نهدي لاله فاطمة، وانتي غادي تكون بالك الأمنية ديالك بحق محمد وآل محمد، بنت النبي لاله فاطمة الزهراء تكون لي عونا ومعينا، يا ربي تحقق لي الأمنية اللي في بالي. وتقولي الأمنية ديالك، وانتي بجهد الله والنبي رسول الله غتكون عندك الأمنية ديالك لتحقيق الأمنيات. المهم هي حنتكم البنت اللي طلبت الحنة، انا حطيتها لك، ما رديتهاش لك في وجهك لانك باقا بنت وباقا صبية، ما ردوش البنت ما ردوش في وجهها الحنة.
هاد الوصفات كنت حاطاها، ولكن قلت انا الحنه كتيره وكاينه في القناه، لكن علاش نحطها؟ ولكن ما طلبتيها، انا حطيتها لعل وعسى تكون بالخير عليكم ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم الله يوفقكم، ديروا هذه الوصفه، ديروا هذه الصيغه، ماشي وصفه، انها من القران الكريم وهي صحيحه مجربه في النورانيات على قول الله اكبر. الفجر الان تنصورها لكم مع الفجر، نوض نصلي الفجر ونوض نصور لكم هذه الوصفه، قريتها في التعليق وقلت غادي نديرها لكم ان شاء الله بحول الله. اذا الفجر غادي نمشي ان شاء الله نصلي. ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناه وفعلوا الجرس وتابونوا عندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.